الهجمات العنيفة والدموية والتي تشنها اسرائيل على جنوب لبنان تثير ردود افعال غاضبة ومخاوف من تصعيد جديد يضاف الى احداث الابادة في غزة. كما تنبئ بمخاطر ردود افعال اكثر خطورة ومن ضمنها اندلاع حرب اقليمية واسعة النطاق. لم تخطرنا قبل تنفيذها هجمات بيروت عباره جديده قديمه اعتادت بها الولايات المتحده ان تتنصل من جرائم حليفتها الاولى وابنتها المدلله عبارة علق بها المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي على الاحداث الدامية التي شهدها جنوب بيروت معربا عن قلق واشنطن حيال اي واقعه يمكن ان تثير التصعيد في الشرق الاوسط احداث رفضها القاصي والداني وكل من مر على كتاب في ابسط قواعد الانسانية فمع إصرار الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو على المضي قدما في سياسته التصادية بالمنطقة غير عابئ بقانون دولي أو بمواثيق أخلاقية، أثارت تلك الهجمات موجة غضب واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نتنياهو من مغبة دفع المنطقة نحو حرب شاملة، كما حثت بريطانيا على الهدوء وخفض التصعيد في لبنان محذرة من تداعيات تصعيد الطرفين للحرب والتي قد لا يحمد عقباها وفي الإطار ذاته حذر الأمين العام للأمم المتحدة من مخاطر التصعيد في لبنان والتي تأخذ المنطقة إلى مرحلة خطيرة كما أدانت روسيا الهجمات الإسرائيلية مطالبة بفتح تحقيق دولي ووضع حد لتلك الأزمة أما إيران فقد نددت بأشد العبارات بالجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وعلى صعيد الدعم العربي للبنان كانت مصر في مقدمة تلك الدول التي تواصل جهودها الحثيثة للتهدئة في المنطقة بوجه عام وجنوب لبنان على الأخص مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وتجنب الانزلاق لسيناريو الحرب الإقليمية الشاملة كما حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من عواقب التصعيد الخطير في المنطقة. وهو التحذير الذي أطلقته مختلف الدول العربية مطالبة بتدخل دولي عاجل من أجل منع انزلاق الأوضاع نحو توسيع دائرة الحرب التي استهدفت منذ أشهر أهالي قطاع غزة، وكذلك طالت المدنيين في الضفة الغربية وجنوب لبنان. هو اذا تحد جديد يواجهه المجتمع الدولي وضميره امام اله القتل الاسرائيليه التي لم يعد يشبعها حد وسباق مع الزمن من اجل الوقوف امام اندلاع حرب اقليميه شامله قد تاخذ في طريقها الاخضر واليابس وتقضي على مقدرات المنطقه لعقود